أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما كنتم. عفوا، وردتني بعض الأسئلة عن كيفية تزاوج البلابغول وشلون ممكن نخليهم يتزاوجون. عندي هذا القفصين، هذا قفص وفوقاته أكو قفص لاخ. هذا القفص بحاجز بالنص متحرك، ديفايدر ممكن نشيله أو نخليه. فأني خليت نثاية، كان عندي اثنين وفحول اثنين، الفحل هذا الهجين الماليزي، مو الهجين الأحرى، المكس الماليزي والعراقية، خليته وخليت له نثية وياه. وهنا عندي نثية عراقية والفحل عراقي. فخليت لهم صار حوالي 6 أيام، شفت تقارب موجود بين القفص الكبير، عفوا القفص الفوق، صار تقارب بين النثية والفحال، يجون يكون واحد يم الاخ. فلو تلاحظون فتحت جريت المشبك قليل، فتحته حتى جتي دخلة النثية يم الفحل. وبهالحالة لازم أبقى أراقبهم اليوم كامل، أشوف تصرفاتهم وشو راح تكون، عدوانية لو بهالحالة يكونون متوالفين. فصار فد 5 دقائق من فتحتهم رجعت النثية للقفص مالها، هسه الباب مفتوح وبيناتهم، بس الفحل كان طبيعي بدأ يغردلها من جتي، بينما الأقفاص الجوة بقت لحد الآن ما دا أشوف أي تقارب بيناتهم. فلذلك فتحت القفص الفوق، خليتهم يتوالفون وانتظر من عندهم اذا تزاوجوا. حتى انا ولو بعدني اني ما مكمل الغرفه، لان الغرفه بد منظر، بس راح افرج لكم اياها، صارت فيها الاقفاص هوايه. بعد عندي اريد اصفي اعدلها، وان شاء الله اسوي لكم فيلم عنهم. بس في الوقت الحاضر ما عندي اي تكاثر، هاي صار فترة طويلة، فما اعتقد بعد عندي هاي السنة. راح انتظر على السنة الاخرى، لان دي يصير عندي بعض البيوض ودي يرموها على الارض تنكسر. فالاخوة المتابعين اقول لكم بانه طريقة التزاوج هو ان يكون القفص كبير مناسب لهم، تضع الأنثى بقفص الكبير وتخلي، يعني هنا أنا بصراحة خليتهم نفس القفص نفس الحجم، والنثية بقفص صغير، الفحل بقفص صغير، واحد بصف الأخ واحد يشوف الأخ. مدة أسبوع تقريبا تلقي تقارب يصير بيناتهم. من شفت التقارب صار بيناتهم ممكن أن تخلي الفحل والنثية بقفص واحد، وهي أن تجيب الفحل تخلي ويا النثية، حتى النثية تكون هي صاحبة الدار مثل ما يقولون. وتلاحظها، لازم من تخليهم تلاحظها بأنه ما يصير عراك بيناتهم قوي، لأن يعني البداية راح يصير، ولابد أن يكون عراك بين الفحل والنثية قبل وقت التلقيح. لكن العركة اللي تصير بيناتهم عركة فترة قصيرة وغير مؤذية كلش، يجوز يشلع ريش، تبقى النثية قاعدة بالأرضية القفص، لكن هذا شيء طبيعي قبل التلقيح دائما تحدث. يعني حتى البلابل اللي عندها فراخ والهذا دائما قبل التلقيح تشوفهم يتعاركون. بس إذا كان عراق قوي تشوفون بأنه بدت النثية تتأذى ويشلع ريش راسها كله، على أكثر بالراس يضربها هو،
فرأسا اعزلهم قاطلة وشوف، إذا عزلتهم فترة ورجعتهم ونفس الحالة بعد لا تحاول تزاوجهم سوا، ما يتوالمون سوا اثنينهم. فأتمنى أن تكونون أخذتوا فد مقطع صغير عن كيفية تزاوج البلابل بالأقفاص، وأتمنى لكم الموفقية. دمتم في رعاية الله.